المشاهدين، هلا ومرحبا فيكم في أول حلقات برنامج من سيربح المليون. معنا المتسابق الأول، والحلقة من سؤال واحد والجائزة مليون جنيه. نرحب بالأخ الصوفي دعواتكم بشدحاني البحرحاني، واخدين بالكم؟ السؤال بيقول، مستعد حضرتك؟ مستعد يا باشا. السؤال بيقول: ما هي العبادة التي فعلها النبي وأمر بفعلها؟ الاختيارات: الحضرة الصوفية، أو الخلوة والذكر المحدود، ثلاثة التوسل بأحد القبور، أربعة وأخيرا الصلاة بمسجد فيه قبر. تفضل. ينفع استعين بصديق؟ البحبحاني ابني وداني البحبحاني. أعزائي المشاهدين، متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي هدية بسيطة للناس اللي شتمتني الفيديو اللي فات تقريبا، يعني فدي هدية بسيطة، يعني هم شتموني جامد يعني، وألفاظ تليق بيهم يعني. هوريلكوا آخر الفيديو، خليكي هنا. أعزائي المشاهدين، الفيديو اللي معانا النهاردة فيديو مختلف شويتين، يعني ما تعرفش هو هزار تهريج، بس تقريبا هو تقربا لله. كالعادة يا أبو السعادة، خزعبلات وتنطيط في الحضرة الصوفية وأشياء ما أنزل الله بها من سلطة. بلاش رغي كتير عم البحبحاني، وتعالى نشوف مع بعض الهري والهبد مع بعضينا. أسيبكم بقى تتفرغوا براحتكم وأشرب أنا الشاي. نقول بسم الله، نقول بسم الله. كالعادة تنطيط وحاجات ما فيهاش هدوء، يعني مشكلة. بيقولوا لي إيه؟ تحلى بأخلاق النبي. بيقولوا لي تحلى بأخلاق النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كئيب، ما كانش كئيب، كان بيهزر بيضحك، حتى بدت نواجذه، يعني كم حديث يقول كده. فلما تيجي انت تقول لي تحلى باخلاق النبي، عايز نعمل لك كده؟ عايز نعمل لك زي ابو لهب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهزر ولكنه لا يقول الا الحق. انا بهزر وبوري لك الحق اللي هما بيعملوه. انا جبت حاجه من عندي، انا صورتهم اهو، اديك شاهد، وشاهد شاهدنا من اهلها، تمام؟ اتفرج يا باشا، ادي العبط اللي بيعملوه ده ايه؟ لو حضرتك صوفي، حضرتك صوفي وبتقول دول ليسوا صوفية، اطلع انكر عليهم، قول هؤلاء ليسوا بصوفية، دول من موقع صوفي، ويفتخروا بذلك، تمام؟ هبقى اديكوا الموقع اللي هو اللي بينزل عليه الفيديوهات دي كلها، معتمد بتاعهم رسمي. كمل 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 يا باشا. تنطيطه في فيديو كانوا بيلعبوا فيه كاراتيه، الكونغ فو، ها 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 وبتاع، هبقى اوريه لكم. بهزر؟ لا ما بهزرش، بتكلم بجد، بس انا دلوقتي بهزر، انا بضحك. بعمل نفسي بضحك. ان عجبك الفيديو اديني لايك. لا مش الفيديو ده، تعال. ده يعجبك، ده يعجبك، ده ما يعجبش غير ابليس بس. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء. أنا مالي، ماليش دعوة. هاجي يوم القيامة كل واحد عمل حاجة غلط، ولا أعرفك، بريء منك، إني أخاف الله. إبليس شيطان، شيطان والله يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا هولي كالعادة يا أبو السعادة. اتفرج يا باشا، اللي جاي أحلى، جاي ان شاء الله احلى. يا ما تعيش يا ما تشوف، ما بيزعلنيش غير الناس اللي حجتها الشتم والسب واللعن. حجته ايه؟ ما تعرفش. وعنده دلائل شيطانيه، تفسيرات غريبه واشياء ما انزل الله بها من سلطان. اصحاب الهديه هوريها لكم، بس اصبر عليا. ما الفيديو يخلص،
خلاص دقيقة ولا حاجة كده. قبل ما نخلص الفيديو هكمل لكم الفيديو بعدين، بس اقول لكم قصة حصلت مع واحد شيخ، شيخ معروف يعني كبير، طلبوه ينقلوه من مسجد لمسجد. فراح للاوقاف فبقول للمدير بتاعه يا فندم بلاش المسجد ده، المسجد ده انا اعرف ان هم جماعه صوفيه فمش هيقبلوني انا بدقن وبتاع وكده. قال له لا ده هم طالبين شيخ ملتحي سني. قال له يا فندم بلاش، ليكون عاملين لي فخ ومسكوني يضربوني ولا حاجه وانا مش ناقص. فقال له لا ما تخافش وان شاء الله ربنا يسهل وهتعدي على خير ان شاء الله. فالشيخ بيحكي بيقول الخطبه طلعت اتكلمت او ما يعرفش بقى حاجه، فبيتكلم عن العقيده واتباع الرسول واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل ابو عصايا اللي هو المفروض كان امام المسجد، المفروض ان هو كان امام المسجد غير التاني، فبيقول له بعد اكل التعارف بقى وبتاع، فبيقول له انت عارف الكلام اللي انت قلته ده، الخطبه دي لو كنت قلتها من 15 يوم كنت جبتك من العكاز من رقبتك كده. فبقول له ليه يا حاج؟ قال له هقول لك على كل حاجه. الناس اللي قاعده بقى كلها ضحكت، ايه الامر ايه الموضوع، ما هم كلهم كانوا موجودين وحضروا. فالراجل ابو عصايا كان اعمى كفيف، كان امام المسجد وكانوا تابعين لطريقه احدى الطرق يعني. فشيخ الطريقه الكبير بقى بيقول لك لما جه قعد كان الاكله الجميله وقال لهم حد معاه ولاعه بيشرب السيجاره، عادي بالنسبه لهم شيء عادي زي الغناء والمعازف والكلام الفاضي ده. فالكل بقى يجري عليه عشان يولع له، والطافي اللي يقع من السيجاره ياخدوه يتبركوا بيه بركه بقى. قال له بص يا ابني احنا بنتبع طريقه صوفيه، احنا تبع طريقه صوفيه وعادي. عدى علينا من كام يوم شيخ مشايخ الطريقه الصوفيه في المحافظه اللي هم فيها، فطبعا ده راجل معروف مشهور وعلامه، فبقول انا ما كنتش اعرفه فقدمناه عشان يصلي رفض. يا عم صلي لا، عندي صلي لا. من هنا لهنا الراجل ابو عصايا ده دخله يصلي بيهم. فبيقول قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرا الفاتحه عديها عادي. جه بقى عند السوره القصيره سكت سكته مطوله طول، فالراجل مستني انه يقول حاجه، اقول ده بس هيبدا بسرعه كبيره، طول بزياده عن اللزوم. والأداء بيقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فبقول له يا عم الشيخ انا سمعت الكلمه دي هو بيقولها. قلت له لا يا ابني انت ما تقولش طلع البدر علينا، انت تقول يا نخلتين في العلالي يا بلحكم دوي. يلا يا ابني هنا يا ولد، تعالوا نكمل الفيديو الاولاني. تعال لسه بتحدف عليهم فلوس، تحسوا قاعد في فرح كده، ضلال مبين. لا وفي ناس هتقول لك دول مش صوفيه ودول بحبحانيه ودول مش عارف ايه بتدافع عنهم ليه؟ واحد بدأ ملتحي بيتشطح ويتنطط في مجال الذكر، يعني انت سامعه بيذكر الله، بيذكر الله مش بيغني، لا بيذكر الله. ركز بس ركز. عارف الناس دي عايزين ايه؟ عايزين واحد يمسك حته عصا صغننه كده من اللي هي الخرزان دي زي الفراخ، زي الفراخ. ما تعرفش يا اخي ايه اللي قاله لهم الشيطان عشان يوصل لهم ان دي عباده؟ يعني ايه اللي مش راكبه، مش راكبه؟ يعني ايه الخطه اللي عملها، ايه الخطوه اللي عملها الشيطان، ايه الخطوه اللي عملها الشيطان عشان يوصل لهم ان دي عباده؟ صحيح ما هو اللي يخلي كبيرهم ناظم الحقاني اللي يقول لك ان ربنا ما بيكتبش عليها الذنوب، ما بيكتبش عليها ذنوب، الحسنات بس، هنا ملك يكتب وهنا لا يكتب. اتوقع منهم اي حاجه. ينزل له شيطان يقول له انا ربك قد اسقطنا عنك الفرائض، فده يصدق بقى وبالسلامه، ويسب ويشتم ويلعن ولا فرقه معاه. وده كذلك برضه. أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي مش عارف جميلة ولا لأ، بكتبولي في التعليقات جميلة ولا لأ. وما تنساش ما تبخلش علينا باللايك، ولو مش مشترك اشترك في القناة ودعمنا بأي حاجة يعني بدعوة من قلبك حتى يعني. والناس اللي متعودة تشتم يعني كالعادة، أنا جبت لك هدية وريها لك، عند الله تجتمع الخصوم.
وان كنت انا غلطت في حد يسامحني يعني، بس انا مش هسامح حد، اي حد يشتمني انا مش هسامح يعني. السلام عليكم. منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله. البحبحاني ابني وداني، البحبحاني جابني وداني، بفعل وخلاني.